يتكلم بكل واقعية بكل مهنية، سوف يذكر التاريخ على مدار كرة القدم السعودية على مر العصور والأجيال بأن تركي العجمة وبرنامج كورة عبر روتانا، والله ما أمزح، عبر روتانا خليجية هو البرنامج الذي كشف أول صفقات تاريخية في تاريخ الكرة السعودية مع سعد اللذيذ، سعادة الأستاذ سعد اللذيذ نائب رئيس إدارة المحترفين، تتحدث عن الدون وتفاصيل جيدة، تتحدث عن بنزيمة مع الاتحاد وكل التفاصيل، المفاوضات مع ميسي اللي راح للدوري الأمريكي، المفاوضات مع إمبابة، المفاوضات مع محرز، يعني ما خليت لنا شيء. أنا صراحة رغم كل حبي لك وإنك ساكن بالرويال عندي إلا أني غرت يا أخي، ودي أني كنت ذيك اليوم مكانك على ذاك الكرسي. والخاتمة في هذه المقدمة اللطيفة الصغيرة، أوكي؟ لا 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 لا، واحد مهم عندي، سامي أخوي العميد سامي، شكرا لك خوي شقيقي ترى. أيه. اصر اصرار الا اطلع ويدور رقمك، يفتش رقمك، ما ادري، يعرف العضيبي، المفروض انه كلم العضيبي وريح راسه.